في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك لاعب واحد يضع قواعد اللعبة، إنه العقل الخفي للبنتاغون، داربا، وكالة الأبحاث الأكثر سرية وتأثيراً وإنتاجاً في العالم. في الرابع من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1957، استيقظت دوائر صنع القرار في واشنطن على مشهد مرعب. لقد نجح الروس في إطلاق قمرهم الصناعي سباتنيك إلى مدار الأرض المنخفض. كانت المفاجأة مدوية إلى الدرجة التي دفعت الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إلى وصفها بلحظة هزيمة كبيرة لبلاده، هزيمة يجب ألا تتكرر أبداً. واشنطن بوست عنونت تغطيتها لإطلاق القمر الصناعي الروسي بالتحذير من أكبر خطر تواجهه أمريكا في تاريخها. لم يكن سباتنيك بحد ذاته خطيراً لهذه الدرجة بالتأكيد، لكن مصدر الذعر الأمريكي كان سؤالاً بسيطاً: ماذا لو حمل الصاروخ القادم رؤوساً نووية نحو الأراضي الأمريكية من قلب الذعر؟ اختمرت الفكرة في ذهن وزير الدفاع الأمريكي نيل ماكلروي لنواجه الأبحاث بالأبحاث والتكنولوجيا بالتكنولوجيا. استجاب الرئيس أيزنهاور فوراً، اتخذ قراراً بإنشاء وكالة أبحاث دفاعية تتفوق على كل شيء، وكالة ستكون مهمتها الوحيدة ابتكار ما يبدو ضرباً من الخيال. الأزمة الأولى التي واجهت داربا كانت أسرع مما توقع أيزنهاور، ليس من موسكو بل من داخل واشنطن نفسها. قادة الأسلحة البرية والجوية اعترضوا على تأسيس الوكالة، لم يرغبوا في التخلي عن أنظمتهم الداخلية لتطوير الأسلحة لحساب كيان جديد مكلف بمهمة خيالية. هنا بات الحسم بيد الكونغرس. وجد أيزنهاور ضالته في خبرة تاجر الصابون. وزير دفاعه نيل ماكلروي كان خبير تسويق، اكتسب براعة كبيرة في إقناع الزبائن بشراء منتجاته من أكثر من 30 عاماً من عمره قضاها في تجارة الصابون ودراسة كيفية تعزيز المنافسة بين العلامات التجارية. باع الفكرة الوليدة لأعضاء الكونغرس بالتأكيد على أن وظيفة داربا أبعد ما تكون عن مهمات الأنظمة الداخلية السارية لتطوير السلاح. لن تكون مكلفة بابتكار الأسلحة للحاضر ولا للمستقبل القريب، بل ابتكار خط دفاع أمريكي ضد المستقبل المجهول نفسه. وأخيراً أقنع ماكلروي الكونغرس بفكرته، وظهرت وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة للنور. داربا كانت مكلفة بهدف واحد، أن تسبق أمريكا الجميع إلى المستقبل. مهما بدت الأفكار جنونية، أحد مسؤولي الوكالة مايكل جولدبلات يقول باختصار: مهما بدت التصورات مستحيلة، فإن عملنا اليومي هو تحويلها إلى واقع. المشهد كان يضج بقدر هائل من الجنون. مديرة داربا الحالية ستيفاني تومكنز تبرر ذلك بأن إطلاق القمر الصناعي الروسي كان صدمة لم تتمكن الولايات المتحدة من استيعابها، فقررت العمل بكل ما يمكن لتجنب تكرار الصدمة، حتى لو كلفهم الأمر فتح الخزائن على مصراعيها لتمويل أكثر مشروعات العلماء الأمريكيين جنوحاً تحت قيادة هيربرت يورك، أستاذ الفيزياء الذي ساهم في اختراع أمريكا قنبلتها النووية الأولى والذي اختير أول رئيس لداربا. في العام التالي مباشرة 1958 نفذت داربا بحثها العسكري الأول. خلال العملية أرغوس أطلقت عدة صواريخ نووية على ارتفاع كبير فوق سماء الولايات المتحدة بهدف خلق قبة مغناطيسية تسقط أي صواريخ باليستية يطلقها السوفييت نحو أي مدينة أمريكية. نجحت التجربة جزئياً بعدما خلقت درعاً مغناطيسياً حول أمريكا، لكنه تلاشى سريعاً. مني المشروع الأول بفشل ذريع، لكن سيل الأفكار لم يتوقف. كانت البداية لتنفيذ أفكار أخرى أكثر جنوناً ونجاحاً هذه المرة. منجزات داربا لم تتوقف على الاستخدام العسكري، فأنت تشاهدنا الآن بفضل ما وصل إليه علماؤها. دشنت داربا في الستينيات شبكة تواصل سرية للربط المرن بين العلماء والجامعات والمراكز البحثية المتعاونة مع الجيش الأمريكي، وبسقوط الاتحاد السوفيتي رفعت السرية عنها وسمح باستعمالها مجاناً، فكانت النواة الأولى لشبكة الإنترنت التي تشكل حياتنا اليوم.
خلال الحرب الباردة، زودت داربا الجيش الأمريكي بتقنية دقيقة لضمان توجيه القنابل مباشرة نحو مستودعات الصواريخ السوفيتية. لاحقاً ستعدل هذه التقنية قليلاً وتصبح جزءاً من كل هاتف ذكي نعرفها اليوم باسم GPS. خلال حرب فيتنام، استعمل الجنود الأمريكيون بنادق طورها علماء داربا. كما شهدت هذه الحرب أيضاً الاستخدام العسكري الأول للطائرات دون طيار، بعدما استخدمت نماذجها الأولية في الاستطلاع عن بعد وإلقاء المنشورات. استمرت جهود علماء داربا لاحقاً لتطوير الطائرات دون طيار حتى تحولت إلى سلاح فعال في حرب أفغانستان 2001. طورت الوكالة كذلك سفناً غير مأهولة قادرة على تعقب الغواصات المعادية والعمل في المحيطات مدة طويلة دون الحاجة إلى تدخل بشري. كان لداربا الفضل في ابتكار الهواتف المحمولة وأقمار رصد الطقس وأجهزة التعرف على الصوت ونظارات الرؤية الليلية وتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من التقنيات الحديثة. طورت داربا كثيراً من برامج الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الاستطلاع والتحليل الاستخباراتي. تساعد تقنيات الـ AI على تحليل كميات ضخمة من البيانات من مصادر مختلفة مثل صور الأقمار الصناعية وتقديم استنتاجات سريعة حول النشاطات العسكرية. أنتجت الوكالة أيضاً تقنيات إخفاء تعتمد على مواد نانوية يمكنها التكيف مع البيئة المحيطة، ما يجعل المركبات والمعدات العسكرية غير مرئية تقريباً للرادارات والأنظمة البصرية. كما نجحت في تطوير أسلحة قادرة على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت ماخ 5. هذه الأسلحة قادرة على ضرب الأهداف بسرعة فائقة، ما يجعل من الصعب اعتراضها بالأنظمة الدفاعية التقليدية. ما تزال الوكالة تعمل على عدد غير معروف من مشروعات الجنون العلمي. تعمل داربا على تطوير واجهات تواصل بين الدماغ والآلة لتمكين التحكم المباشر في الأجهزة العسكرية بمجرد التفكير، وتسعى لتطوير تقنيات تعزز من قوة الجنود وقدرتهم مثل البيزات العسكرية المعززة التي تمنح الجنود قوة وتحملاً وسرعة أكبر في ساحة المعركة. كما تحسن تقنيات الواقع المعزز وعيهم الظرفي. تنفق الوكالة حالياً 4 مليارات دولار سنوياً لتمويل 250 برنامجاً لضمان السبق الأمريكي في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطائرات المسيرة وغيرها. لكن هذه البرامج هي فقط ما سمح بإعلانه. بحسب بعض علماء داربا، تتفوق برامجهم السرية على ما نعرفه من تكنولوجيا بعشرة أعوام على الأقل. بطاريات قمر روسيا الصناعي نفدت بعد 3 أسابيع فقط، استمر في المدار بعدها 2 شهر، ثم سقط إلى الغلاف الجوي في 4 يناير كانون الثاني عام 1958. لكن لحظة القلق التي أثارها في واشنطن ما تزال تشكل تفاصيل عالمنا عسكرياً ومدنياً حتى اللحظة. لكن السؤال يبقى مفتوحاً، أي جحيم تحمله تكنولوجيا السنوات 10 الفاصلة بين ما نعرفه كشعوب وما تعرفه الوكالة؟